بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حو أبو حواد بله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل توتا برنامجنا ناي شرحنا المبتع معنا ناي أصول ثلاثة للكتاب، ويومته إن شاء الله قلنا واصلت لأنه قبل شوية أو تحلقات الحلفية دي طاعات ودي أشياء جنات لطاعتي وأشياء ساد لطاعتي دي بنا انتهاق عنا أدي الله سبحانه وتعالى لبل يعني تا سب سات انتهاق لنا لمعصية كفوتا ورب العالمين كفو ساد الإنسان مو هذا من قبي بدليل من كتابنا يا رب العالمين ومن سنتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم دي بقنا انتهاقيته. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى للعسى ورسول صلى الله عليه وسلم للعسى وحدودنا رب العالمين للتعدى وحدود للحلف قل للحلف كدي قدامنا للتعدى بأكيد بعيرد بديهو ديب ماله ديب إنسان معصوم ديب ماله تتعدى ديب أرواحته تتعدى ديب سمعته تتعدى اللي كله تعدى للتبال تعدي حتى بقي أكيد ذكره وسميت الشويه وأكيد تبل ديبو تعايره للي بيلا تبل ديبو لا ما ألا بيلا بيلا كلام قال برضو لا ما هي نكيتة بدي بقدام تعدي أو دي بمارته تعدي أو دي بأرواحه تتعدي أو دي بعرضه تتعدي أو دي بكرامته دي بشرفه دي بمدرو اللي تعدي اللي تبهل ولا اللي تعدى يعني لجزا لنايو السادة وعذاب وعذاب كمان يعني إهانت لبديبو وذلت لبديبو عذابته والسادة والعياذ بالله إن شاء الله رب أنقفنا منه. الله سبحانه وتعالى لبل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طبعا كمان الله سبحانه وتعالى لبلنا ورب العالمين للعسى والرسول صلى الله عليه وسلم للعسى اللي إنسان دلال مبين دلال يعني إنسان من قبي بدا من قبي ده قيس على ده الهير على فلان ضل الطريق لبرا يعني لقى بي بديت منه لقى بي لسنيت بديت منه لقى بي بلقى يسعى لتبا بديت منه اللي إنسان دالته لتبهل فأنت من نقى بي حق ومن نقى بي عزة ومن نقى بي كرامة ومن نقى بي جنة ومن نقى بي تقوة ومن نقى بي صلاح قبينا كيد وقبينا كي موداق وقبينا كي فال وقبينا كي حبن وقبينا آخرة كيد أبعد كم من قبي وهتا كمان بمعصيتنا يا رب العالمين وبمخالفتنا أوامرنا يا رب العالمين و يعني هتلا أبيا السنة هتلا تدول بيدينا بلت مت وبلت أتى يعني أمر بالمعروف لا يتودى ونهي عن منكر لا يتودى أبا قبي وقت أبت وددنا أمر معروف ونهي عن منكر قس كم من قبي وأهل الصلاح قلهم حارب كم من قبي وقل له سب سب خير لهم حارب كم من قبي والتخير يشارك كم من قبي لا معصية لا بدي بقى كائن رب الأبياء كائن لا قل ما كرهت كائن لا أكيد كائن دي بقى يس كم من قبي إلا قبي إلا سبحانه وتعالى يتنفعكم إلا قبي إلا قبينا دلال قبينا بداتا بالتحديد قبينا بداتا اللي بادي تعولوا له عدنا بعدها لا بروح حتى لا بد فعله واللي هو ماله كده وبعدها لا قبي من اللي بد إلا قبي لا سنيت إلا قبي رب العالمين لو عد حياة قلنا لا رئيناته بيجي اسمه من قبي معناها هنا ديب قبي نهاية بدن قيس لنا الله سبحانه وتعالى لبل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قلت قمات الآيات. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. رب العالمين للعسي ورسول صلى الله عليه وسلم للعسي لجزاء لنا يوميتو الآخرة ميتة ما الأستاهل إلا رب الله كريم، إلا رب الله خالق، إلا رب الله رازق، إلا رب الله وهاب، إلا رب الله لطيف لرحيم لعزيز لقوي لجبار لمنتقم، كل شيء لمالك، إلا كل شيء لأوجداء، إلا خالق إلا منان إلا رحيم. اقول له العسي واقول له الأب ما الأستاهل ميتة لنهايتنا ميتة لخاتمة لنا يو. وذي بمقل برتو خالدين فيها يعني دائما خالد منبره دائما دي بقى اللي قباته خالدين فيها أبدا دائما يعني دائما إلا ود فلان أبدا إلا ليت أود خالدين فيها أبدا آبد ثابت عايش دائم لأنه للدنيا دارنا ما مرتا دارنا هيرارتا نقيس منات والآخرة دارنا مستقررتا دائما مستقررتا استقرار حقيقي ومسكب ثابت ومنزل ثابت دي بجنته ودي بالآخرات ودي بالدنيا ألبوني الدنيا على فيت الدنيا إذا المسوا فجر تكمل الدنيا قدام بقيت لحلف منها والدنيا على فيت تبل بلعدنا يعني والدنيا فلا الحيس له للدنيا دي با سنش أجيك من قبي وقبي سنت أبعتك من قبي ودي بلا الدنيا سنقسك من قبي الحمد لله. لكن إلا رب لا خلقه إلا كل لواد حاجنا إلا كل لبيانا قلنا إلا كل لفصلة قلنا للنبي من جلابنا لقيو إلا مدر كل جلابنا سخريو للعسى ما الأستاهل آخرته الله سبحانه وتعالى لبل جهنمت وخالد ديباته كمان لبل. ورسول صلى الله عليه وسلم لبل في الحديث بحديث ومن عساني دخل النار ومن عساني دخل النار. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي القرآن من شرح يقلنا ومبين يقلنا منفصل يقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة بين رب العالمين لكن لصلاة كفان أقيم لركوع كفان وديو ولسجود كفان وديو ولودو كفان أنا بديبو دينا كفان رفع ديبو لتفاصيل لنايو الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسر يقلنا القرآن مجمل ثابت أن أنتم بعد الآيات هليت أقيم الصلاة آتوا الزكاة تا قرآن تا كتاب تفاسير كم رأس نايب من إنساء كم رأس نايب من عطال كم رأس نايب من حا ومن أفقر من ذهب من أفقر من أكل من أفقر إلا أشياء إلا تفاسير لنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم أمتينا كهجينا يا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه هجينا يا رب العالمين طوال مباشرة المصدر لمصدر الأول ولا كتاب الأول لا من الناس وبلا نحكم وبلا نتذكر كتاب رب العالمين تحقق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا كتاب شرح لنا ولا قرآن شرح لنا كما الله سبحانه وتعالى كما ربنا لبيله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لبلدي بحديث ومن عصاني دخل النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النار ومن أعمال أهل النار وأن يدخلنا الجنة وأن يأخذ بنواسينا لما يحبه ويرضاه وأن يرفع يا رب العالمين منا كل أذى وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وهفواتنا ونسياننا وأخطائنا وعمدنا وجهلنا وكل ذلك عندنا لهم كلهم بناتنا هنا. عشان كده يا رب العالمين بصالحات ختم قلنا ومن ساتجنبنا وسك جنة إن شاء الله وقبل جنة لا تبطلنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.